أهلا وسلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الظل والظلال. هنحاول نفهم أكتر الظل عن طريق مجسمات 3D. الهدف من المحاضرة دي بس إن احنا نزود التخيل والفهم ليكم إيه هو المقصود بالظل، وظل الخط بيطلع شكله إيه على الأرض وعلى الحيطة، ظل الكتل على بعض. فالهدف في الحقيقة من المحاضرة النهاردة تحسين التخيل وفهم الظل بشكل 3D أفضل ليكم كلكم. انا هنا قدامي على الشكل راسم خط، راسم قطعة ارض، يعني راسم خط ارض كده اهو. وعندنا سورس اللايت جاي زي ما احنا عارفين من المحاضرة بزاوية 45 في الواجهة وفي البلان وفي السايد فيو. تمام، خلينا كده نرسم خط عمودي على البلان دوت ونشوف شكل الظل هيبقى عامل ازاي. طبعا هنا لو جينا في البلان اللي كنا بنتكلم عليه في شكل البلان، هناخد بالنا ان الظل بتاع الخط نزل خط مايل على زاوية 45 على المستوى الأفقي أو اللي هو خط الأرضية. خلينا نرسم مثلا مستوى رأسي أو حاجة زي حائط هنا اهو كده اهو، ونشوف شكل الظل على الحيطة دي هيتغير ازاي. زي ما انتم شايفين كده اهوت، الخط الرأسي عمل على الحيطة خط رأسي هو كمان، الظل بقى ماشي على 45 في البلان، وأول ما اصطدم بخط التقاء الحيطة مع الأرضية بقى الظل عبارة عن خط رأسي. نرسم حائط أعلى شوية ونقرب الخط الرأسي عليه. طبعا خلينا كده نركز بقى ايه اللي بيحصل هنا. لو أنا بدأت أمسك الخط بتاعي وأقربه على الحيطة، الخط الرأسي بتاعي بيكبر في الواجهة. طبعا دوت بيكون الخط اللي هو على 45 درجة مع البلان، وبنطلع لما بيقابلوا بعض بيبقى ده ظل أعلى نقطة في الخط زي ما خدناه في المحاضرة. طيب خلينا ناخد الخط دوت ونبعده عن الأرض. احنا شايفين ان الخط على الأرض ظله ملاصق ليه. خلينا طيب نمسح الحيطة ديت ونمسح الحيطة دي بس، وهنمسك الخط بتاعنا ده. طبعا هو ظل النقطة البيس بتاعته ديت على نفسها، والنقطة العالية ظلها هي اللي على الأرض، وبنوصل بينهم بيطلع لنا شكل الظل ده اللي هو في البلان على 45 درجة. لو رفعنا طبعا الجسم ده من على الأرض هنلاقي إن كمان ظل النقطة اللي على الأرض هو اتحرك وبعد عنها. تمام، وجالنا هنا أهو هنلاقي هو كمان بعد. تمام، ده جه ازاي؟ الخط ده اللي على الأرض بنعرفه ازاي؟ من الواجهة. ناخد 45 هنا اهو، تمام، مع 45 في البلان هنلاقي الظل قابلنا على خط الأرض. طيب خلينا نخلي الخط دوت بدل ما نرسمه كده اهوت، خلينا نرسمه موازي للأرض. نشوف ظل الخط الموازي لمستوى معين سواء خط الأرض أهو، ظل الخط الموازي يطلع موازي ليه، أو حتى لو في عندي حائط، لو رسمنا حائط هنا أهو هلاقي الظل برضو دوت نمسك الخط كده ونحركه هلاقي برضو الظل على الحائط موازي في الواجهة، هيبقى ظله بالشكل ده. طيب خلينا نشوف ظل الأجسام مثلا زي المكعب ونفهمه أكتر شوية. لما بنيجي نرسم طبعا شكل مجسم مهم تبقى عارف إن زاوية اتجاه الشمس ديت اللي جايلنا من هنا هتنور لي بعض الفيسز، هتنور لي الفيس ده وده وده. تمام، وهيبقى عندي بعض الفيسز التانية زي ديت وديت والقاعدة من تحت في ايه، في الظل، وده اللي بنسميه الايه، الظل الذاتي. طيب الخط الفاصل اللي هو دوت، الخط الفاصل بقى بين الفيسز اللي في النور واللي في الظل زي ده الرأسي، والخط دوت والخط دوت والخط الرأسي ده،
الخطوط الفاصلة بين الأوجه اللي هي سقط عليها ظل والأوجه اللي في الضلمة، هي ديت اللي هترمي ظلال الخط الرأسي دوت ظله على الأرض اللي هو 45، ده الخط دوت اللي بيوازي الخط الأرض ظله على الأرض هو دوت اللي بيوازيه، الخط اللي ورا دوت اللي بيوازي الأرض هو الظل بتاعه اللي ورا ده اللي بيوازيه، الخط الرأسي اللي هنا دوت العمودي على الأرض الظل بتاعه 45 دوت، لما بوصل الأضلاع دي مع بعض ده بيكون ظل الكيوب أو ظل المكعب بتاعي على الأرض. نفس الأمر يمشي برضو لو أنا عندي حائط، يعني أنا لو عندي حائط هنا أهو، هلاقي ان ظل الكيوب بتاعي بقى عندي الخط الرأسي العلوي دوت اللي فوق ده بقى عمودي على الحائط فضله 45، والخط الرأسي اللي هنا دوت ظله على 45 على الأرض، والتقاءاتهم هي اللي بتشكل لي الظل بتاع الكيوب. طيب خلينا نغير نسب الكيوب ديت، مثلا خليه متوازي مستطيلات مثلا، شوف الأوجه بقى اللي في الظل بقى السقف والواجهة والواجهة ديت، والأوجه اللي في آسف دي الأوجه اللي في النور، لكن الأوجه اللي في الظل هو الوجه ده، تمام. ايه اللي هيرمي ظل؟ الخطوط الفاصلة ما بين النور والظلمة، الخط اللي فوق ده والخط الرأسي ده، الخط دوت هيرمي الظل 45 على الأرض طبعا بالزوايا. بجيب النقطة دي ازاي؟ من الواجهة باخد 45، ومن البلان باخد 45، اللي بيقابل الأول باخده يبقى هو أمشي منه ستريت أجيب ظل النقطة دي. طيب الخط الرأسي ده أول جزء منه دوت هيرمي ظل 45 على الحيطة، وبقيته هيرسم ظل موازي على الأرض بالشكل ده.